بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب مشكلات التفسير. وكنا وقفنا عند تفسير القرآن بأقوال التابعين، أليس كذلك؟ بلى، طيب، تفضل يا شيخ ذي المراد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس: تفسير القرآن بأقوال التابعين. يتوقع منك يا عزيزي الدارس تحقيق الأهداف التالية: أولا، أن تعرف سبب عد العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين أصلا أصيلا. ثانيا، أن تمثل على تفسير القرآن بأقوال التابعين. ثالثا، أن تفصل القول في حكم قول التابعي في التفسير. قال العلماء: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. إذن ما هي الخطوات العملية التي يسير عليها من أراد تفسير القرآن؟ عليه أولا كما قلنا أن يبحث عن تفسير القرآن في كتاب الله نفسه، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في أقوال التابع الصحابة، ثم في أقوال التابعين. الرجوع لأقوال التابعين ليس كما يبدو في هذه العبارة: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. هذه العبارة قد توهم بأن مصدر حجية أقوال التابعين عمل العلماء أو عمل الأئمة. الحقيقة إن حجية أقوال التابعين واعتبارها في التفسير جاءت من مجموعة روافد، أو جاءت من مجموعة فروع. الفرع الأول التزكية العامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الفرع الثاني أنهم تلامذة الصحابة، والصحابة هم أفضل من فهم القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافد الثالث أننا حين نقول برجوع العلماء إلى أقوال التابعين، فنحن نقصد علماء التابعين. المقصود هنا علماء التابعين، وليس كل فرد منهم علمنا أنه عالم أو لم نعلم أنه عالم. لأن الخيرية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيرية للمجموع وليست للجميع. يعني عصر التابعين بإجمال
خير العصور، لكن قد يوجد من أفراده من هو شر أهل البدع. لذلك فالمعيار هو أولا كونه من أهل ذلك العصر، ثانيا أن يكون معروفا بتلقي العلم عن الصحابة مع استقامة الحال، مع استقامة الحال. وأخذ العلم عن أهل العلم رافد آخر من الروافد، حيث أمرنا الله تعالى بأخذ العلم عن أهله. فإذا قلنا إن التابعي الذي يؤخذ قوله في التفسير ينبغي أن يكون من أهل العلم الآخذين عن الصحابة، فهذا أيضا يدخل في عموم الأدلة التي تأمر المسلم بالرجوع إلى أهل العلم، كما في قوله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن نحن لا نريد أن نتوهم من هذه العبارة أن قول التابعين أخذ حجيته ومشروعيته من عمل العلماء فقط. عمل العلماء رافد آخر، يعني عمل العلماء هذا رافد آخر من الروافد، وهو من الروافد القوية أيضا، حيث وجد الإجماع العام على الرجوع لأقوال التابعين، سواء كان إجماع عملي أو قولي، وبغض النظر عن صفات هؤلاء التابعين. يعني حتى الشيعة الإمامية الذين يعتقدون بعصمة الأئمة، فإنهم يرجعون إلى التابعين من أئمتهم كجعفر الصادق رضي الله عنه. فكرة الرجوع إلى التابعين في ذاتها محل إجماع. إذن أيضا إجماع العلماء على وجوب الرجوع للتابعين هذا رافد آخر من الروافد التي جعلت العلماء يحتجون بأقوال التابعين بالضوابط التي سنذكرها بعد قليل. معلش، تفضل يا شيخ. نعم، التابعي هو من صاحب الصحابية وعليه فلا يكتفى بمجرد الرؤية للصحابي أو لقائه، بل لا بد له من الصحبة والملازمة. وذهب الأكثرون إلى عدم اشتراط الصحبة والاكتفاء باللقي والرواية. قال العراقي: والتابعي اللاقي لمن صحبه، وللخطيب حده أن يصحبه. هذه من ألفية العراقي في علوم الحديث. ماذا يقول؟ يقول: والتابعي، من هو التابعي؟ ويعرف التابعي الآن: التابعي اللاقي لمن صحب. إذن يتحدث هو هنا عن اللقاء، عن مجرد اللقاء، وبهذا يستوي تعريف التابعي أو يتشابه تعريف التابعي مع تعريف الصحابي. الصحابي يكتفون في تعريفه بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أخذ عنه أو لم يأخذ، سواء صاحبه أو لم يصحبه، فكل من التقى بصحابي فهو من التابعين. طيب، والتابعي اللاقي لمن صاحبه، وللخطيب حده أن يصحبه. الخطيب رحمه الله تعالى حده، عرفه بأن التابعي هو من صحب الصحابية،
هو من صاحب الصحابي. ما معنى مصاحبة الصحابي؟ المعنى الملازمة، يعني أن يجلس في مجالسه وأن يتعلم على يديه وهكذا. إذا لم يفعل ذلك لا يعد صحابيا عند الخطيب، عند الخطيب. لكن الأكثرون على عدم اشتراط الصحبة والملازمة. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، والرجوع إلى أقوال التابعين في التفسير هو سبيل المفسرين إذا لم يجدوا طلبتهم في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، وذلك لأسباب منها: أولاً، أنهم أهل القرون المفضلة، وفي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالخيرية ثابتة لهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنهم أخذوا كثيرا من التفسير عن الصحابة، لا سيما علماؤهم كمجاهد. يقول ابن تيمية: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أو فحسبك به فحسبك به. فحسبك به. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. طبعا هذا الكلام أيضا يوهم أن الرجوع للتابعين فقط فيما رووه عن الصحابة. يعني انظروا لكلمة ابن تيمية، يقول: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، ثم يقول: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة. فإذا لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن السر في اعتبار أقوال التابعين مجرد أخذهم عن الصحابة، وإلا قلنا بأن التابعين لا يؤخذ تفسيرهم إلا إن كان مما يروونه عن الصحابة. فإذا هذا الكلام ليس قيدا في اعتبار تفسير التابعين، وإنما هو توضيح لعلو منزلة التابعين. يعني يمكن أن نقول لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام أن تفسير التابعين معتبر فيما رووه عن الصحابة فقط، فيكون قيدا في الكلام، بل المراد بيان علو منزلة التابعين في التفسير، وأن هذه المنزلة مما أوصلهم إليها الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. واضح يا مشايخ؟ نعم. فإننا لو أخذنا هذا الكلام على ظاهره سنقول: لا يؤخذ بقول التابعي إلا فيما رواه عن الصحابي، وهذا غير مراد، ليس هذا هو المراد من الكلام. طيب، تفضل. ثالثا، أن معرفتهم بلسان العربي خير من معرفة من جاء بعدهم، فإن العجمة لم تكن منتشرة
كما هي في من جاء بعدهم، بل ألسنتهم غضة باللغة. إذن التابعون أهل اللغة، يعني اللسان العربي لم يختلط بغير العرب في غالب عصر التابعين، في غالب عصر التابعين. أهل اللغة عندهم عصور تسمى عصور الاستشهاد اللغوي، يعني إلى أي عام أو إلى أي زمن أو إلى أي عصر يرجع إلى كلام الناس ليكون كلاما عربيا أصيلا. نعم، غالبهم يحددها في النثر بسنة 150 من الهجرة، في النثر بسنة 150 من الهجرة، وفي الشعر عند شاعر معين لا أذكر اسمه الآن. المهم أن أهل اللغة يقولون إنه قبل هذه الفترة كان اللسان العربي خالصا، بعد هذه الفترة اختلط اللسان العربي بغيره ودخلت كلمات غير عربية. عصر التابعين لم تكن العجمة منتشرة، وإن كان هناك أعاجم أسلموا منذ عصر الصحابة كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، لكن هؤلاء وإن افترضنا أنهم لا يتحدثون العربية الفصيحة، لكن وجودهم لم يكن ذلك الوجود المؤثر بحيث يتغير اللسان بوجودهم، بخلاف ما حصل بعد ذلك مع الفتوحات الإسلامية التي حصلت في عهد عمر، ثم في عهد الوليد، في عهد عبد الملك بن مروان، فصار غالب المسلمين في هذه الفترات من غير العرب. يعني عندما انتشرت هذه الفتوحات يمكن أن نقول إن غالب أهل الإسلام لم يكونوا من العرب، حتى لما دخل الإسلام إلى مصر وشمال إفريقيا لم يكن المصريون يتحدثون اللغة العربية، لما دخل الإسلام إلى فارس في نفس الفترة لم يكن الفرس يتحدثون اللغة العربية، وإنما دخلت العربية شيئا فشيئا حتى صارت هي لغة أهل البلاد الأصلية، وذلك بعد قرون. فإذا لم تكن العجمة منتشرة في عهد التابعين، ومن ثم فمعرفة التابعي بلسان العرب يؤهله لفهم ذلك اللسان، ولسان العرب ليس هو النحو ولا الصرف، وإنما لسان العرب شيء فوق القواعد، يعني معرفتك بالقواعد هي التي تؤهلك لمعرفة اللسان، لكن ليست هي اللسان. القرآن نزل بلسان عربي مبين. ما هو اللسان العربي؟ اللسان العربي ليس هو قواعد النحو والصرف والبلاغة، بل معرفة مقاصد العرب، بل معرفة مقاصد العرب من كلامهم. هذه المعرفة مما يعين عليها معرفة القواعد، لكن ليست هي عين القواعد. بالضبط كالإنسان الذي يتعلم كيف يقود السيارة، لكنه وهو يحفظ القواعد جيدا، إذا رأيت الإشارة حمراء قف وهكذا، لكنه لا يكون قائدا ماهرا للسيارة إلا إذا ركب السيارة وقاد السيارة وطبق هذه القواعد مرات ومرات حتى تحصل له الملكة، ملكة اللسان. فإذا المعرفة بلسان العرب طريقها
قواعد النحو والصرف والبلاغة، لكنها ليست هي بعينها. في عصر التابعين ما زال اللسان العربي غضا طريا، ما زال لسانهم عارفا باللغة، مدركا لمقاصد العرب من كلامها، يفرق بين السياقات المختلفة فيقول: نعم، هذه الكلمة مشتركة، لكن المراد بها في هذا السياق كذا، ولا يراد بها كذا، ذوقا ذوقا، وإن لم يعرف القواعد. لذلك من أراد أن يتعلم اللغة العربية، إذا اكتفى بالنحو والصرف ومعرفة القواعد، لن يتذوق أبدا لسان العرب ولن يعرف لسان العرب. لابد مع ذلك من قراءة الأدب، لابد من قراءة الأدب نثرا وشعرا، والاطلاع على كتب الأدباء، والتي أعظمها البيان والتبيين الجاحظ، البيان والتبيين الجاحظ وغيرها من كتب الأدب التي تحكي اللسان العربي. واضح يا أيها المشايخ الكرام؟ نعم شيخي، واضح الحمد لله. أكمل تفضل يا يا شيخ. نعم. وكل هذه أمور تعطي تفسيرهم ميزة مزية لا تتوفر في من جاء بعدهم. التابعون على 3 طبقات. الطبقة الأولى نعم، طبقة إذا لابد، إذا عرفنا الآن من هو التابعي، عرفنا لماذا اعتد العلماء بتفسير التابعين، الآن لابد من معرفة طبقات التابعين. المعرفة بطبقات التابعين مفيدة في ماذا؟ في الاحتجاج بأقوالهم، لأننا سنفرق بعد ذلك في الاحتجاج بأقوال التابعين بين طبقات التابعين، طبقات صغار التابعين وكبار التابعين، لن نعاملهم معاملة واحدة. نعم، الطبقة طبعا سبيل الاطلاع على طبقات التابعين بالتفصيل كتب الرجال زي طبقات ابن سعد مثلا، فإذا هذا يعلم تفصيلا من كتب الرجال. طيب تفضل يا شيخ. التابعون على 3 طبقات. الطبقة الأولى طبقة كبار التابعين، وهم الذين عاصروا كبار الصحابة رضي الله عنهم، وتلقوا عنهم العلم، ومنهم الربيع بن خيثم الثوري خثيم ومسروق خثيم الثوري ومسروق بن الأجدع وعبيدة سلماني السلماني وعلقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وزر بن خبيش الأسدي وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي وسعيد بن أبو المسيب. العالية، من فيكم يعرف أبو العالية يا أيها الإخوة؟ من فيكم يعرف أبو العالية؟ يعني سمعنا في الكتب، قرأنا في الكتب كثيرا، هو من التابعين. فقط من التابعين؟ ليس فقط،
ليس فقط من التابعين، لا بد أن لكم معرفة خاصة يا أيها الإخوة الكرام بأبي العالي الرياحي. لماذا؟ لأن أبو العالي الرياحي ممن دخل سمرقند، فهو في أسانيد أهل ما وراء النهر، وعلم ما وراء النهر يرجع إلى عدد من الصحابة والتابعين. أنا جمعتهم في بحث إن شاء الله ينشر اسمه أسلاف الأزبك، منهم أبو العالية. أبو العالية شيخي، يقول أول من أذن في ما وراء النهر، هل هذا الشيخ؟ نعم، نعم، أول من أذن. هو نعم، هو أبو العالية صاحب القند. يقول أبو العالية أول من أذن وراء جيحون، هكذا يقول، أول من أذن وراء جيحون، يعني كان في جيش الفتح. ويقول عبر مع سعيد بن عثمان بن عفان. يبقى جيش الفتح الذي جاء إلى هذه البلاد المباركة كان على رأسه سعيد ابن سيدنا عثمان بن عفان الخليفة، وكان معه علماء التابعين أو من علماء التابعين أبو العالية رفيع بن مهران البصري، وكان معهم طبعا قثم ابن العباس، وكان معهم محمد بن واسع، وكان معهم برد مولى أنس بن مالك، وكان معهم خليد بن حسان وغيرهم وغيرهم. فلا بد إذن عليكم أن تهتموا اهتماما خاصا بهؤلاء العلماء الذين دخلوا بلدانكم، لنبحث أثر هؤلاء في العلوم، أثر هؤلاء في العلوم، ومن تلامذتهم وعلى يد من تلقوا، وهكذا. وستجدون أسانيد علماء ما وراء النهر ترجع إلى أمثال أبو العالي الرياح. لا أدري الشيخ حسن، هل ذكر في أي إسناد من أسانيد القراء أو لا تذكر؟ نعم مولانا، هل أبو العالية هاي ذكر في أسانيد القراء، قراء أوزبكستان؟ لا يذكر هو، لا يذكر في أسانيد القراء. اي نعم. نعم، إذن لا بد أن نبحث أيضا من الذي تلقى عليه العلم من أهل هذه البلاد، وهكذا. نعم، تفضل يا شيخ. وسعيد بن المسيب المخزومي وغيرهم كثير. والطبقة الثانية طبقة أواسط التابعين، منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وعامر بن شراحيل الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن كيسان والحسن البصري ومحمد بن السرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة السدوسي ومكحول الشامي ومحمد بن كعب القراضي وغيرهم. والطبقة الثالثة طبقة صغار التابعين، ومنهم ابن شهاب الزهري وأبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن عون ومحمد بن المنكدر التيمي وأيوب بن أبي تميمة تميمة السختياني، السختياني وزيد بن أسلم العدوي ومنصور بن المعتمر السلمي وسليمان بن مهران الأعمش وغيرهم. طبعا حياة هؤلاء وكذا كما قلنا تعلم من كتب الرجال، وليس هؤلاء فقط هم التابعون لا شك، لكن هذه فقط أمثلة. طيب، الذي يهمنا بعد ذلك هو معرفة حجية أقوال التابعين، هذا هو المهم في المسألة، لنعرف نحن كيف نتعامل
مع أقوال التابعين إذا وجدنا تابعيا قد فسر آية من آيات القرآن. تفضل يا شيخ. قلنا إن الرجوع إلى تفسيرهم مطلوب، ولكن ما هي درجة الطلب؟ تحدث العلماء عن حجية أقوال التابعين في التفسير طرفين ووسط. الطرف الأولى ذهب إلى ضرورة الأخذ بتفسير التابعين، وذلك لأنهم من خير القرون، ولأنهم تتلمذوا على أيدي الصحابة وعنهم أخذوا التفسير. يبقى الطرف الأول من العلماء ذهب إلى وجوب الأخذ بأقوال التابعين، لا بد أن يأخذ العالم بأقوال التابعين لهذه الأسباب التي ذكرناها دون تفصيل. الطرف الثاني على النقيض، الطرف الثاني على النقيض، لا يؤخذ بتفسير التابعين، يعني أقوالهم كأقوال غيرهم، لا فرق بين قول التابعي وقول غيره. غيره طبعا المراد به يعني العلماء الذين جاءوا بعده، وإلا فالعوام لا يدخلون معنا أصلا في هذه الحسبة. يعني نحن عندما نتحدث يا إخواننا، نحن نتحدث بالأساس عن العلماء، العوام لا يعتبرون. عندما نقول قولهم كقول غيرهم، ما المراد بغيرهم؟ العلماء، بقية العلماء يعني، وليس العوام. واضح؟ يعني ليس لقولهم ميزة على أقوال غيرهم. واضح؟ تفضل. الطرف الثاني ذهب إلى عدم الأخذ بتفسير التابعين مطلقا، لأنهم لم يسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهدوا وقائع التنزيل، ولا ملابساته، كما أن عدالتهم غير ثابتة بخلاف عدالة الصحابة، فإنها ثابتة بتعديل الله لهم. إذن هؤلاء يقولون لا يؤخذ أبدا بأقوال التابعين. لماذا؟ لأنهم ليسوا كالصحابة، كما أنهم ليسوا عدولا كالصحابة، لا يحكم بعدالتهم مطلقا كالصحابة، بل يبحث عنهم. وهذا الحكم صحيح، هذا الحكم صحيح، أن التابعين ليسوا عدولا مطلقا، يعني يحتاج كل راو منهم إلى البحث عن عدالته، بخلاف من علمنا صحبته فإنه يحكم بعدالته بمجرد الوصف بالصحبة. لماذا؟ لبركة ملازمة النبي ولتعديل الله لهم في القرآن، بخلاف التابعين لم ينالوا هذا الشرف، وبالتالي قولهم في التفسير كقول غيرهم. طيب، الجمهور فصلوا. إذن عندنا طرفين ووسط، الطرف الأول يجب الأخذ بأقوال التابعين، الطرف الثاني كلامهم ككلام غيرهم، الوسط التفصيل وهو الذي عليه الجمهور. طيب، تفضل يا شيخ. أما الوسط وهو ما عليه جمهور العلماء الذين قالوا بالتفصيل كالآتي: إن ثبت عنهم ما أجمعوا عليه فإنه يجب الأخذ بتفسيرهم لأجل الإجماع، انطلاقا من عين المسلمتين اللتين ذكرناهما من قبل. إيه؟ الإجماع حجة في ذاته، سواء كان إجماع الصحابة، إجماع التابعين، إجماع أهل عصرنا، طبعا الحديث عن العلماء المجتهدين. فالإجماع حجة في ذاته، فإذا وجدنا للتابعين إجماعا في مسألة
تفسيرية وجب الأخذ بقولهم. لماذا وجب الأخذ بقولهم؟ ذكرنا نحن قبل ذلك في أقوال الصحابة مسلمات، حد يذكر هذه المسلمات؟ في أقوال الصحابة أم في الإجماع؟ في أقوال الصحابة، حد يذكر ولا بنذكرش؟ أولا أظن أنهم عدول لا يا مولانا، مسلمات تتعلق بالإجماع ولا تتعلق بالصحابة يا سيدي الكريم؟ لما قلنا يجب الأخذ، نعم. أولا هذه الإجماع ينطلق من الكتاب والسنة. ثانيا لا يجتمع الأمة على الضلالة. هكذا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسلمة الأولى، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للإجماع بالعصمة. الأمر الثاني أن هؤلاء المجمعون لا بد أن لكل واحد منهم سند. ما معنى سند؟ يعني مستند، يعني دليل. فالأخذ بقول كل واحد منهم أخذ بعين مستنده، واضح؟ يعني هم العلماء عندما يجمعون على مسألة يتفقون في النتائج، ولا يشترط أن يتفقوا في المقدمات. يعني كلهم مثلا قال هذه الآية معناها كذا، أو هذا الحكم أو هذا الشيء حكمه كذا، حلال أو حرام أو كذا. كيف وصل إلى هذا الحكم؟ ما الطريق الذي أوصله إلى هذا الحكم؟ مختلف، قد يكون بعضهم وصل إلى هذا الحكم بآية، بإشارة في آية، بعضهم وصل إليه بحديث، بعضهم وصل إليه بقياس صحيح، وهكذا. فبغض النظر عن كيفية الوصول إلى الحكم أو إلى القول العلمي، لكنهم اتفقوا في النتائج. اتفاقهم في النتائج حجة في ذاته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. ثم اختلافهم في المقدمات، اختلافهم في المقدمات لا يضر، فأنت حين تأخذ بقولهم كأنك أخذت في الوقت نفسه بالأدلة التي أدركوها هم ولم تدركها أنت كمقلد. فالأخذ بأقوالهم أخذ بعين ما استندوا إليه في إجماعاتهم، واضح يا مولانا؟ الإجماع لا بد له من مستند، هكذا يقولون في علم الأصول، لا بد له من مستند. نعم، تفضل يا شيخ. ثانيا، وإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة يجب الأخذ به، وعندها نسلك سبيل الترجيح الذي أشار إليه ابن تيمية بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن وعموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. طيب، إذن عندنا الآن حالات: إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. فإذا اتفق علماء التابعين كان الأخذ بقولهم واجبا. لماذا؟ لأن الإجماع حجة في ذاته. إذا اختلفوا وعلمنا أن هناك اختلاف، يعني فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، ووجدنا هذه الأقوال الكثيرة، ماذا نفعل؟ نرجح بين هذه الأقوال، نرجح بين هذه الأقوال بما يؤيده
الدليل، هذا الدليل قد يكون لغة العرب، قد يكون أقوال الصحابة إلى آخره. طيب الحالة الثالثة، ألا يكون في المسألة إجماع ولا اختلاف. كيف ليس في المسألة إجماع ولا اختلاف؟ يعني غاية الأمر أن فلانا من التابعين قال كذا، طيب هل اتفقوا هل اختلفوا؟ لا تعرف بقية أقوال التابعين، بل قول روي ولا تعرف موقف بقيتهم، لم يصل إلينا، فعندها ماذا نفعل؟ آية، عندي آية يقول قال مجاهد كذا، بس هذا كل ما أعرفه. عندي آية قال سعيد بن المسيب كذا، ثم لا أعرف ماذا قال بقية التابعين، هل أجمعوا على هذا؟ هل اختلفوا؟ لا أدري، فقط هكذا قول واحد. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ تفضل يا شيخ. فإن لم يكن ثالثا، فإن لم يكن إجماع ولا اختلاف، بل غاية الأمر ورود أثر متصل السند إلى تابعين، ننظر. فإن توفر في قول أحدهم شرطان، فإنه يترجح عند العلماء الأخذ به، وهما: الأول، أن يكون له حكم المرفوع المرسل بأن كان فيما ليس فيه مجال للرأي، ولم يكن قائله كذلك معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، أو كان ولكن مروية مما مرويه مرويه مما لا صلة له بما لدى بني إسرائيل. الثاني، أن يكون من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة، أو يتأيد قوله بمرسل آخر مثله ونحو ذلك. طيب إذن إذا وجدنا هذا التابعي، عندي آية وعندي قول لتابعي ورد في هذه الآية، ماذا أفعل؟ قال لك تنظر أولا هل لهذا الأثر حكم المرفوع المرسل أو لا؟ هل صاحب هذا الأثر من الآخذين عن الصحابة الملازمين لهم أم لا؟ فإن كان له حكم المرفوع المرسل، متى يكون له حكم المرفوع المرسل؟ إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، ولم يكن قائله آخذا عن بني إسرائيل، أو كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل لكن ما رواه ليس له صلة بما لدى بني إسرائيل. إذن متى يكون لقول التابعي حكم المرفوع المرسل؟ مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في نسبته إرسال، يعني أسقط التابعي الصحابي من السند. متى يأخذ حكم المرفوع المرسل؟ بشرطين ذكرناهما بعينهما قبل ذلك في حكم تفسير الصحابة. الشرط الأول أن يكون ما رواه لا مجال فيه للرأي، يعني لا مجال فيه للاجتهاد، يعني ليس مما يعلم بالاستنباط والاجتهاد والنظر، بل أمر غيبي، أو يروي سبب نزول، فهذه أمور لا تعلم بالنظر والاستنباط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني
ألا يكون هذا التابعي من الآخذين عن بني إسرائيل، يعني لابد أن يكون مصدر علمه صافيا، فإن اختلط بأن أخذ عن الصحابة وفتح كتب أهل الكتاب وقرأ فيها وروى منها، عندها لا نعطيه حكم المرسل المرفوع. أو كان من الآخذين لكننا لما نظرنا في مرويه أو في مرويه وجدناه لا صلة له بما لدى بني إسرائيل، كأن يروي سبب نزول، سبب نزول آية من الآيات، هذا لا صلة له بما لدى بني إسرائيل. فحتى إن علمنا أنه ممن يروي عن بني إسرائيل، فمحتوى ما رواه، مضمون ما رواه، ليس له صلة بما لدى بني إسرائيل، وبالتالي يأخذ حكم المرفوع المرسل. الشرط الثاني أن يكون من أئمة التفسير. طيب، إذا توفرت هذه الشروط يترجح، لاحظ ما قلناش يجب، ما قلناش يجب، قلنا يترجح. لماذا يترجح؟ من أين تولد هذا الترجح؟ تفضل يا شيخ، والسبب في ذلك؟ والسبب في ذلك أي ترجيح الأخذ بقول التابعي أن من أثر عنه ذلك المرسل والذي يعلم عنه أن أغلب تفسيره عن الصحابة فإن ذلك يورث القلب غلبة الظن بأن هذا المرسل هو من جملة مروياته عن الصحابة لا عن تابعي مثله وأنه بالتالي صحيح الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن له حكم المرفوع كما هو الفرض. الفرض، يعني لو روى التابعي أسباب نزول، طيب، وعلمنا أنه من الآخذين عن الصحابة، يغلب على الظن أنه سمع ذلك من صحابي لا من تابعي آخر، أولا لأنه لم يكن موجودا في هذه الواقعة، لأنه تابعي وليس صحابي. ثانيا، لأن كثرة ملازمته للصحابة، أخذه عن الصحابة تجعله أو تغلب على الظن أن مثل هذا يرويه عن صحابي وليس عن تابعي آخر. واضح يا مشايخ؟ نعم واضح شيء. تفضل. قال وكذلك، وكذلك حيث يعتضد بمرسل آخر مثله فإنه يقوى جانب الثبوت قوي يقوي جانب الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجح في النفس قبوله. إذا وجدنا هذا المرسل اعتضد بمرسل آخر عن تابعي آخر، هذا يرجح ويغلب على الظن أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما الحكم؟ يكون ترجح الأخذ به. طيب، لا الوجود. لا الوجوب طبعا. فإن توفر فيه شرط واحد أو لم يتوفر فيه أي من الشرطين فهو ما حكى الزركشي فيه الخلاف حين قال: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه وقد نقلوا في كتبهم أقوالهم. أيوة، هذا التفصيل مهم، هذا التفصيل مهم للغاية.
يقول: فإن توفر فيه شرط واحد، يعني هو من الآخذين عن الصحابة، لكن مرويه يشبه ما عند أهل الكتاب، أو مرويه لا يشبه ما عند أهل الكتاب، لكنه ليس من الملازمين الآخذين عن كبار الصحابة، ليس من أئمة التفسير، بل هو تابعي من التابعين، ليس من أئمة التفسير. إذن توفر شرط واحد، أو لم يتوفر فيه أي من الشرطين، قول عن تابعي لا يعلم بأنه من أئمة التفسير، وهو من الآخذين عن بني إسرائيل. طيب، ما حكم هذا؟ قال لك: فهو ما حكى الزركشي فيه الخلاف. الزركشي، من هو الزركشي؟ الزركشي إمام من أئمة الأصول، وإمام من أئمة علوم القرآن في كتابه البرهان في علوم القرآن. طيب، الزركشي رحمه الله، وهو أول من ألف كتابا جامعا في علوم القرآن، حكى فيه الخلاف. طيب، هذا الخلاف من أين أتى به؟ نقله، إنه الخلاف حكايته، الخلاف يعلم بالحكاية من خلال العلم بمواقف التابعين. طيب، فيقول: فهو ما حكى الزركشي فيه الخلاف حين قال: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد. روايتان عن أحمد، يعني يؤخذ به أو لا يؤخذ به، نرجح الأخذ بقوله أو لا نرجحه. واختار ابن عقيل المنع، يعني لا يؤخذ به، وحكي عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، يعني على عدم المنع، وقد نقلوا في كتبهم أقوالهم كثير، كتب التفسير والفقه وغيرها ممتلئة بأقوال التابعين. طيب، حضرتك الآن لو لم تدرس هذه التفاصيل وقرأت هذه العبارة، وهي: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان، كيف ستفهم هذه العبارة يا إخواننا إذا لم ندرس هذه التفاصيل؟ هل كنا سنفهمها على وجهها؟ لا طبعا، كنا نظبط الدنيا، كنا نظبط الدنيا. ما من هنا يأتي الجهل، الجهل يأتي من بعض العلم، لكن انظروا التفصيل كيف يكون. فإذا هذه العبارة أين محلها؟ أين سياقها؟ أين توضع؟ أين يستشهد بها؟ إذا لم يكن ثمة إجماع، إذا لم يكن ثمة إجماع، ثم إذا لم نعلم أن هناك إجماع ولا اختلاف، بل ورد قول في تفسير الآية عن تابعي، ثم هذا القول ليس له حكم المرسل المرفوع كمان بهذه القيود جميعا، خد بالك، عندها تقول: نعم، هذه العبارة التي قالها الزركشي هذا موضعها وموطنها. من هنا يتولد الجهل والعلم. الجهل يتولد من أخذ عبارة من الكتب دون معرفة موقع هذه العبارة. الجهل العلم يتولد من معرفة السياقات، يتولد من معرفة مواطن الكلام. مواطن الكلام أين يوضع؟ هذا مهم، هذا مهم. تفضل يا شيخ. والخلاصة أن للتابعين ميزات تؤهلهم لتصدر التفسير
لتصدر التفسير لكتاب تصدر. الله، نعم لتصدر نعم التفسير تصدر. لكتاب الله تعالى، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. لذلك كان تفسير القرآن بأقوال التابعين هو سبيل المفسرين والعلماء بعد القرآن والسنة وأقوال الصحابة. والتابعون قد يفسرون بالقرآن أو بالسنة أو بلغة العرب أو بما يعلمون عليه. هذه ملاحظة مهمة يا أخوانا، إنك لا تظن أن تفسير التابعي هو فقط التفسير بالرأي. لا، التابعي قد يفسر بالقرآن فيكون تفسيرا للقرآن بالقرآن قام به التابعي، أو تفسيرا للقرآن بالسنة قام به التابعي، أو تفسيرا بلغة العرب ورد عن التابعي، أو اجتهاد. كل هذا يمكن. ولا شك إنه إذا قلنا تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب الأصيل، فلا شك إنه تفسير القرآن بالقرآن إذا ورد عن الصحابة يكون أكثر اعتبارا، إذا ورد عن التابعين يكون أكثر اعتبارا مما لو فسر القرآن بالقرآن عالم معاصر ليس صحابيا ولا تابعي. فهمتم؟ وهكذا نقول في التفسير بالسنة وفي التفسير بلغة العرب. تفضل. والتابعون قد يفسرون بالقرآن أو بالسنة أو بلغة العرب أو بما يعلمونه من أسباب النزول وما نقلوه عن الصحابة، وقد يجتهدون في التفسير، فيعطى كل حكمه بحسب التفصيل السابق. والتفسير بأقوال التابعين يكون أصيلا وفق التفصيل السابق بفرض صحة الإسناد إليهم. فإن لم هذه يكن ملاحظة أخرى مهمة. نحن عندما نقول تفسير الصحابة أو تفسير التابعين، نحن نتحدث بناء على مسلمة. ما هي المسلمة؟ صحة الإسناد. طيب، أنا عندي قول وجدته في الكتب عن ابن عباس أو عن مجاهد دون سند، هل أعتبر تفسير تابعين؟ هل أعتبر من تفسير التابعين؟ لا، ولا لي أي قيمة، ليس له قيمة. فإذا لم يكن هناك إسناد كأنه غير موجود. إذا لم يكن الإسناد صحيحا أيضا ليس له قيمة. إذن كلامنا يا أخواننا في تفسير الصحابة وفي تفسير التابعين مبني على صحة النسبة إليهم، واضح؟ وأسانيد الصحابة والتابعين أهل التفسير معروفة، إن روي من طريق فلان فهو تفسير صحيح أو سنده صحيح، إن روي من طريق فلان فهو كذا. ويمكنكم الرجوع في هذا إلى كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. واضح يا أيها الإخوة؟ نعم واضح شيخي. طيب، فإن لم يصح السند إلى التابعي وكان دخيلا، يكون بالضبط كالتفسير بالحديث الموضوع. ما حكم التفسير بالحديث الموضوع؟ دخيل. ما حكم التفسير بالأثر الموضوع أو الأثر الذي ليس له إسناد أصلا؟ دخيل وليس أصيل. واضح يا أخوانا؟ نعم مولانا. أحسن الله إليكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.